السلام عليكم صديقاتي، ومرحبا بكم في مجلة الطبخ مع زهرة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم حلوة بسيطة ولذيذة، هي حلوة الهلال بالكاوكاو مع اضافة بسيطة مني. وكالعادة ديروا جيم لافيديو، بارتاجيو مع اصدقائكم، واشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد. ندوزو نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو 250 غرام زبدة، انا هنا درت 125 غرام زبدة و 125 غرام مارغارين، 150 غرام سكر ناعم، جوج بيضات، جوج معالق ديال زبدة الفول السوداني، وإذا ما كانتش موجودة يمكن تستعملوا شوية ديال الكاوكاو يعني الفول السوداني محمر ومطحون مزيان، و500 غرام ديال الدقيق، وشوية ديال الفول السوداني يعني الكاوكاو محمر ومهرمش على هذا الشكل، و7 غرام ديال الخميرة الكيماوية كيس واحد. ندوزوا للتحضير. نديروا الزبدة بحرارة المطبخ، نزيدوا عليها السكر، نزيدوا عليها زبدة الفول السوداني ونخدموهم مزيان. نزيدوا بيضة كاملة وأصفر بيضة أخرى، ونخليو بياض البيض للتزيين، ثم نضيفوا الخميرة والدقيق في الأخير ونجمعوها. وتكون لينة بحال هكذا. نطلقوها فوق بلاستيك غذائي ونحاولوا نقطعوا بالقالب على شكل هلال كيف ما كيبان لكم. كنوضعوهم في صفيحة وكندهنوا وجههم بالبيض البيض، ونديروا عليهم الفول السوداني المهرمش على هذا الشكل. كندخلوها للفرن على درجة حرارة متوسطة 170 حتى كتاخد اللون اللي بغينا، وكنقدموها على هذا الشكل بالصحة والراحة. اشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد ان شاء الله.